موند، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. بحال ديما اليوم ان شاء الله ونزولا عن طلب بزاف ديال المتابعين في الصفحه ديالي في انستغرام، من بعد ما شاركت ستوريات في باري على واحد المحل كنت خديت منه برانش ديال الفرنش توست بجوج نوع مختلفين، فالالاف منكم طلبوا مني ناخذ الوصفه ديال هذا الفرنش توست، هذا النوع هذا، ونشاركهم في القناه بكثرت ما عجبوكم. الشكل ديالهم كيجي زوين، وكنأكد لكم ان المذاق ديالهم حتى هو رائع، غزالين 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 كيحمقوا. الفرنش توست اللي غادي نشارك معكم اليوم ان شاء الله هي الوصفه الاصليه الباريزيه للناس باريس او لا للفرنسيين في التحضير. الفرنش توست الاصلي كيجيو غزالين، لا باغي اللي غادي نصور معكم اليوم ان شاء الله كتخليهم كيجيو بنان بنان بنان، كيحمقوا بجوج ديال الشكيلات. الشكل الاول كيجي مالح بواحد الطاتش خفيفه او لمسه خفيفه ديال الحلاوه، كيجي على الطيبه ديال الملح والحلو. والنوع الثاني كيجي حلو كدسير رائع، تقدروا توظفوهم كبرانش او لا لايت بريكفاست. البرانش هو الناس اللي كتعطل على الفطور مثلا في الويكند، كتكون بزاف هاد القضيه في الويكند، كيخلطوا ما بين فطور وغدا او كيجمعوا فطور وغدا، فكيصلحوا لهاد الوجبه هذه. غنيين صحيين متكاملين، وصفه متكامله كلها، كاع داكشي اللي كتحتاجوه في نهاركم تلقاوه في هاد الفرنش توست. كيف ما يمكن لكم توظفوه كوجبه كذلك تيجي غزال. بالنسبه لهاد الفرنش توست اللي كيجيو هكذا حلوين فكيجيو رائعين، سواء في البرانش كما قلت لكم او لا حتى ديسير من وراء وجبه اساسيه تحطوهم ديسير تسربيهم لافراد العائله او لا في عراضه، كيجيو شي حاجه اللي كتحمق غير مسبوقه بشكل ومذاق خطير، المذاق الاصلي الفرنسي الباريزي الفرنش توست. بقوا معي ان شاء الله حتى الاخير ديال الفيديو باش نشوف المكونات وطريقه تحضير فرنش توست. في الزلافة غادي نحتاج قياس واحد 150 مليلتر ديال القشدة الطرية الخاصة بالحلويات، ماشي ديال الطياب، ديال الحلويات. غادي نزيد عليها قياس واحد معلقة كبيرة ديال الماسكاربون. الماسكاربون هو جبن إيطالي موجود في المحلات التجارية، كاين غاديش تلقاو مشكل باش تلقاوه. خصيان كنخدم بزانيتي، ماركة مزيانة ديال الماسكاربون، كتخدموا نتوما بالماركه اللي توفرات لكم ماشي مشكل. معلقه كبيره ديال السكر كلاسي ومعلقه صغيره ديال اكستري فاني اولا ساشي ديال السكر ديال الفاني، غير هو الا كانت هاد الفاني سائله اولا الفاني ديال البوربون من الاحسن. غادي نطرب هاد المكونات. القشده ضروري تكون بارده والماسكاربون حتى هو بارد. غادي نطرب هاد المكونات بالطراب الكهربائي حتى كيوليو بحال الشكل ديال الشونتيي. صلعن بي حصلت على هاد القوام، كتجي هكذا. غادي نغطي هاد الخليط هذا وغادي نخليه في الثلاجة حتى نكمل تحضير ديال هاد الفرنش توست. في اناء يكون شوية غرق وواسع باش تجيكم الخدمة سهلة. غادي ندير البيض، حاجتي بثلاثة ديال البيضات وصفار بيضة، شوية ديال القشرة ديال البرتقال او التشين، قياس واحد قشره ديال نص حبه ديال التشين وقشره ديال نص حبه ديال الحامض. تقدروا ديروا غير يا اما التشين بوحدو او لا الحامض بوحدو. غادي نزيد على هذا الخليط قياس 100 غرام ديال القشده الطريه الخاصه بالحلويات نوع ممتاز، 100 غرام ديال الحليب كامل الدسم، من الاحسن خدموا قد الحليب قد القشده الطريه او لا كريم فريش، قبصه ديال الملحه. وغادي نطرب هاد المكونات مع بعضياتهم مزيان حتى ينسجموا. خديت هاد الكميه هادي وقسمتها على جوج، النص درتو في الزلافه غادي نخليه على جنب، والنص هو باش غادي نخدم النوع الاول. غادي ناخذ هنا بريو. هاد الوصفه باش تجيكم مزيانه كيف ما كيصوبوها الفرنسيين الوصفه الاصليه، فمن الاحسن كتخدموا بالبريوش. بالنسبه لهاد البريوش كما سبق ليا وشاركت معكم في الفيديو الاول ديال فرنش توست كرواسون اموند، فشخصيا كناخذو من كارفور ماركت، كيكون موجود بريوش فرنسي صنع نفس الجوده ديال البريوش اللي كتاخذوه في الفرنش توست في باريس.
لقيتو هاد البريوش الفرنسي كان احسن هو باش تخدمو. ما لقيتوش كتخدمو باي نوع من انواع البريوش ماشي مشكل، غير هي الوصفه بالبريوش كتجي احسن من الخبز. الخبز راه كيجي له علاقه بالفرنش توست. غادي ناخذ هاد البريوش هذا وغادي نقطع قطع ديال التوست يكونوا اعراض الفرنش توست، كيكونوا القطع ديالو اعراض و تيكونوا ملببين ما كيكونوش رقاق. بهذا الشكل قطعت القطع ديال البريوش بهذا السمك هذا كيبان لكم غلاض. هاد البريوش الفرنسي كيكون غني بالزبده، كيكون رطب مخرج وهشيش وبنين بالمذاق ديال الزبده. غادي ناخذ هذا الخليط وغادي ندير فيه هاد القطع ديال البريوش، غنضغط عليهم مزيان باش يشربوا. هادو خاصهم يشربوا هاد الخليط هذا. نقلبهم للجهه الاخرى. وغنخليهم يشربوا مزيان هذا الخليط. بالنسبه لهذا النوع الاول فكيجي مالح ومعاه واحد التاتش او واحد لمسه خفيفه ديال الحلاوه. غادي ندوز دابا للطياب ديال التوست في مقله. غادي ندير كميه مهمه ديال الزبده، نخليها تذوب، وغادي نبدا ندير قطع ديال التوست. بعد ما خليتهم يشربوا داك الخليط كيبقاو فيه تقريبا واحد جوج دقائق هكاك. كطيبوهم على عافيتكم طوسطة، ما تكونش ناقصه بزاف وما تكونش ثاني مجهده. بعد ما حسيت بالتوست طاب من التحت قلبته للجهه الاخرى باش يكمل الطياب، وديما على عافيه اللي تكون مطوسطه خفيفه باش يطيب على خاطر خاطره. بيد ما يطيبوا لي طوست اللي مالحين حلوين، غادي ندوز دابا باش نصوب لي طوست اللي كيكونوا حلوين. غادي نزيد على هاد الكميه اللي بقات، كميه اللي هزلت. غادي نسم هاد الخليط بقياس واحد معلقه كبيره ديال الفاني، واحد معلقه صغيره ديال القرفه بلديه مطحونه ومغربله. المعلقه ما تكونش عامره، قياس واحد المعلقه كبيره ديال السكر ما تكونش عامره. وغادي نحرك هاد المكونات حتى ينسجموا، وغادي ناخذ البريوش حتى هو بنفس السمك ونديرو في هذا الخليط ونخليه يتشرب مزيان. وكتخليو البريوش كيتشرب مزيان بحال الشكل الاولاني. بعد ما شربوا لي بريوش مزيان غادي ندوز للطياب في مقله. غادي ندير كميه مهمه ديال الزبده. سر من اسرار النجاح ديالو هو كمية الزبدة. باش كتخدمو ضروري تخدمو بكمية مهمة ديال الزبدة. من بعد ما دارت الزبدة غادي ندير طريفات ديال التوست، طابو من الجهة التحتانية قلبتهم من الجهة الأخرى. بيد ما يطيبو هادو غادي ندوز الدريساج ديال الشكل الأولاني. هذا التوست اللي كيجي مالح وحلو غادي ندهنو بكوش رقيقة ديال جبن كريمي. غادي نحاول انني نسرح هذا الجبن الكريمي. كديروا قياس واحد المعلقه صغيره ماشي بزاف، ما تكثروش. هنا عندي لافوكا غادي نقطعها، قطعت لافوكا شرائح غادي نجيبها. هنايا عندي اوريدات ديال سومون فومي، شكلتهم هكذا على شكل اوريدات. غنحطهم هكذا، شويه ديال السيبوليت من الفوق غير شويه. وهنا الى رديتو البال فوق كل حبه ديال الطوست درت شريحه ديال الحامض، شويه ديال البصله مجفه. هاد البصله مجفه كتباع، موجوده عند الناس اللي كيبيعوا لوازم الحلويات، كتكون هكذا كتعطي مذاق خطير لاي حاجه زدتوها فيها. هرمشتها شويه بين يديا باش نديرها من الفوق. طريفات ديال التفاح، شويه ديال الرمان هكذا، ولا بغيتو كتزيدو واحد طاتش ديال لي فروي روج. درت هنايا الفرامبواز، حبه ديال الفرامبواز. كاخر اضافه شويه ديال الميبل سيروب اولا العسل. الميبل سيروب هو هذا كيتباع موجود في المحلات التجاريه اولا الشراب القيقب، موجود في كارفور مرجان. هو سيرو طبيعي ماشي اصطناعي، طبيعي كيستخرجوه في كندا من الشجر. ف كتخدموا به اولا بشويه ديال العسل. غادي ندير شويه هنا، هذاك الشيء علاش كيجيو ملحين حلوين،
كيجيو رائع. غادي ندوز دابا الدريساج ديال الفرنش توست اللي كيجيو حلوين كديسير. غادي نجيب هذيك الكريمه اللي خدمت هي والماسكاربون، غادي نزيد عليها شويه ديال لي نوازيت محمرين مقشرين ومهرمشين اولا البندق، نوازيت اولا البندق. غادي نحطها على جنب ونجيب توست. غادي نسقيهم اول حاجه بالميبل سيروب اولا بالعسل كما قلت لكم، الا ما عندكمش هذا السيرو هذا كتسقيهم بالعسل. غادي نجيب البنان وغنحطو بهذا الشكل، كل حبه ديال التوست كتاخذ تقريبا واحد البنانه بهذا الشكل. وغادي نجيب الكريمه ديال الماسكاربون والنوازيت غنديرها الوسط. شرائح ديال التفاح، لي بيبيت ديال الشكلاط نوع مزيان 70% كاكاو، من الاحسن ما يكونش حلو بزاف باش مستوى الحلاوه تجيكم هي هذيك في هذا لي توست. وهنا غادي نزيد شويه ديال لي بيبيت ديال الشكلاط، نوازيت بالمذاق ديال النوازيت، شويه ديال لي زاموند افيلي، شويه ديال لي نوازيت محمرين ومقسومين هكذا نصيصات، وشويه ديال الرمان، وكاخر حاجه شويه ديال ميبل سيروب اولا العسل من الفوق. الشكل النهائي ديال جوج دشكال ديال الفرنش توست، من بعد ما كتزينهم كتقدمهم بالصحه والراحه كتشوفوا الشكل ديالهم تيجيو بحال جاردا ماجوريل، كيجيو بحال شي جردة. الشكل ديالهم رائع، عاطين منظر غزال للعين. لا غارنيتور اولا العمارة باش تعمروهم اولا باش ترافقوهم كيبقى على حسب الذوق ديالكم. شخصيا شاركتهم معكم نسخه طبق الاصل على هذوك اللي عجبوكم اللي شفتوني كلت في باري، فنفس لا غارنيتور نفس المكونات نسخه على هذوك ديال باري، كيجيو رطبين 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 مويست رائعين كيذوبوا في الفم. المزيج ما بين الجبن الكريمي الصومون لافوكا وكاع دوك المكونات على سالي سكري او الحلو مالح كيعطي واحد المذاق خطير خطير خطير، الروعه في البرانش بالخصوص سبت وحد في الويكاند، ديروا بهم فطور وغدا مع بعضياتهم كيشبعوا وصحيين بامتياز غزالين. وهادو اللي كيكونوا على الطيبه ديال الحلاوه حتى هما كيجيو بهذيك لا كريم ديال الماسكاربون، هذيك هي السر الده اللي حمقاتني فيهم نهار جربتهم في باري عند هذوك الناس في داك المحل. رائع رائع سير ديك لا كريم ماسكاربون زاد واحد المذاق غزال هاد توست، رائعين بامتياز متاكده. اللي داقهم عندكم غير رحم لكم الوالدين وغيدير وصفه ما يمكنش ما يديهاش وما يطلبهاش منكم، ونهار تجربوهم غادي تدعيو معايا وغادي يوصلوني عليهم الالاف ديال التطبيقات. ما بقى نقول لكم صحه وراحه، الا عجبتكم الوصفه ديال فرنش توست ما تخلوش عليا بلي لايك لي كومونتير. الناس ما مشاركينش معايا في القناه مرحبا بكم، ما تنساوش تفعلوا جرس الانذار باش يوصلكم جديد كل مره ندير فيها فيديو في يوتيوب. الناس اللي ديجا مشاركين معايا الف شكر وتقدير على اكرامكم الطيب. نتلاقى بكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. على بروشين. Ciao!